أبنائي وبناتي عيال الديرة، أهلا ومرحبا بكم في هذه الأيام المباركة من أيام شهر رمضان المبارك. ألتقي معاكم اليوم من روضة حلوة من رياض الأطفال الموجودة في دولتنا الحبيبة الكويت، من روضة عبد العزيز الشاهين في مشرف، ونلتقي معهم ومع الفقرات الحلوة المميزة اللي راح نقدم لكم بهذه الحلقة إن شاء الله. فأهلا ومرحبا بكم بهذا اللقاء الجديد من فقرات وحلقات شهر رمضان الكريم. عيال الديرة، شهر رمضان الكريم يأتي بالخير العميم والخير الكثير، ولقد بارك الله سبحانه وتعالى جميع أيامه ولياليه، فأفاض فيها الكثير من الخير والرحمة والثواب، مما جعله موسما للعبادات والطاعات يتنافس فيه المسلمون على فعل الخيرات ونيل ثواب الله سبحانه وتعالى. من أبرز هذه الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لأن فيها ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، والتي هي ليلة القدر. هي الليلة التي بدأ فيها نزول القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك كرمها الله سبحانه وتعالى على غيرها من الليالي. ولم يحدد القرآن الكريم أي ليلة هي تلك الليلة، ليلة القدر، وذلك لحكمة بالغة يعلمه الله سبحانه وتعالى. والحكمة هذه هي أن نصوم الشهر كله من أول يوم إلى آخر يوم، نلتمس الرحمة والبركة والخير. عيال الديرة، خير ما نبدأ في برنامجنا هو القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. يعلمنا أبنائي عيال الديرة شهر رمضان المبارك أن الرحمة والتسامح مثل أعلى للسلوك الإنساني، وأن الحب والتعاطف هما الرابطة القوية التي تربط بين الناس على أرض الكويت وفي كل بلاد العالم الإسلامية، وأن الإنسان الحقيقي هو الذي يحس ويتفاعل مع متاعب وألام الآخرين. يعلمنا أيضا شهر رمضان الكريم فضائل كثيرة، فضيلة الصبر وقوة الإرادة والإيمان بالله سبحانه وتعالى قبل وبعد كل شيء. في روضة عبد العزيز الشاهين التقينا بحكم الطفلة، اسمك حبيبتي؟ بدرية. بصوت عالي بدرية، شنو؟ بدرية مشاعر الحقان. من أي روضة أنت بدرية؟ روضة عبد العزيز الشاهين. يا الله يرحمه إن شاء الله ويعطيك العافية. أبي أسمع منك شو تقولين الحين؟ عن منو بتقولين؟ شنو بتقولين؟ قصيدة الشعر عن منو؟ عن الكويت. عن الكويت، طالعي جدًا وبصوت عالي، يلا حبيبتي. لا طالعي جدًا، ما لك بهذا، طالعي جدًا، يلا حبيبتي. الكويتيون باغون هنا، الكويتيون باغون هنا، وجميع العرب الأشراف باغون هنا. الكويتيون باسم الله، باسم السيف والأطفال والتاريخ باغون هنا. نلزم الفقر الذي يلزمنا، نقطع الكف الذي تضربنا. سلامتك ويسلم عيونك. والله ما صفق لها الحين، نحييها. والله يا بنتي كلامك عادل يا حبيبتي انتي. طبعا ان شاء الله بحول الله بفضل الله سبحانه وتعالى احنا باقون في ارضنا، والله يحفظنا ويحمينا من كل شر. الله يقدم دائما الخير للناس اللي تحب الخير، واهل الكويت ناس يحبون الخير، لذلك الله سبحانه وتعالى نصرهم وساندهم بقوته وفضله وطاعتنا وإيماننا بالله سبحانه وتعالى. مشكورة حبيبتي، ورح ننتقل الحين إلى فقرة أخرى في البرنامج مع هذه الروضة الحلوة وأطفالها الشاطرين. السلام عليكم يا أطفال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين والحمد لله. درسنا لهذا اليوم بسم الله.
اسم هذا الشهر؟ تفضلي يا بدور. شهر رمضان. أحسنت يا بدور. أبا أنا أعلم هذا الشهر. تفضلي يا خديجة، دعينا نسمعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أحسنت يا خديجة، جزاك الله خيرا. والآن ما هو شهر رمضان يا أطفال؟ نعم يا تسنيم. شهر رمضان أنزل فيه القرآن. شهر رمضان أنزل فيه القرآن. وأيضا نعم يا خالد وليد. شهر رمضان يصوم فيه الجمود. أحسنت يا خالد. وأيضا نعم يا يوسف. شهر رمضان أنزل فيه القرآن في ليلة القدر. من يحفظ سورة عن ليلة القدر؟ تفضل يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل ملائكة الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام الله العظيم. أحسنت يا عبد الله، جزاك الله خيرا. والآن يا أطفال، هناك مناسبة سعيدة في هذا الشهر، من يعرفها؟ نعم يا محمد بدر. شهر القرقيعان. إنها مناسبة القرقيعان. هيا نسمع نشيدة القرقيعان من البنات. 1 2 3 تفضلوا. قرقيعان قرقيعان بيتك صغير والميعان حادت عليكم صيام كل سنة وكل عام. عطونا الله يعطيكم بيت بركة يوديكم يا مكة يا مأمورة يوم السلاسل والدنيا المرة. شكرا لكم. والآن دعونا نسمع أغنية الأولاد في القرقيعان. 1 2 3 سلم ولد يا شهر رمضان شهر كريم أنزل فيه القرآن هدى للناس أجمعين، وجميع المسلمون يحبون هذا الشهر. هل تحبونه أنتم؟ نعم. شكرا لكم. عفوا. والآن انتهينا من سير الدرس. جزاك الله خير. بدور، لقد هل علينا شهر فضيل، ما اسم هذا الشهر؟ شهر رمضان. أحسنت يا بدور. أنا أحفظ آية عن هذا الشهر. تفضلي يا خديجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. أحسنت يا خديجة، جزاك الله خيرا. ما هو شهر رمضان يا أطفال؟ تفضلي يا تسنيم. شهر رمضان شهر كريم. وأيضا شهر رمضان يصوم فيه المسلمون. أحسنت يا خالد. تفضل يا يوسف. شهر رمضان نزل فيه القرآن في ليلة القدر. أحسنت يا يوسف. رمضان ما أحلاك يا شهر الصوم. رمضان ما أجملك يا شهر العبادة. نحن نصوم نهارك ونحيي ليلك بالعبادة، احتفالا باتصال السماء بالأرض وتكريما لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان أبنائي عيال الديرة يعلمنا الكثير، ففي رمضان نظام عظيم، جوع واحد في النهار وإفطار واحد عند الغروب، صلاة واحدة في العشاء والتراويح والفجر. إنه نظام لا مثيل له في كل العالم ولا مثيل له في أي أمة من هذه الأمم. نظام يستوي فيه الكبير والصغير والعالم والجاهل والغني والفقير، ليس هناك أي فرق.
إذن فهو تربية وتعويد على النظام والطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى. معانا في روضة عزيز الشهيد أختكم الطفلة، اسمك حبيبتي طالع قدام وصوت عالي، شو اسمك؟ حصة سكر. حصة، حصة من أي روضة أنتي؟ عبد العزيز الشهيد. إيش راح تقولين لنا الحين؟ إيش تبي تسمعينا؟ إيش تبي تقولين الحين؟ شعر عن كويتنا الحبيبة، عن أمنا الغالية كويتنا الحبيبة. الحين طالع الكاميرا اللي شابة حمر ونتكلم، يلا حبيبتي. يما يا يما الحبيبة، يما يا أرض السلام، يما يا أرض الأمان، يما قولي وين أنام. أشري بدينك يلا. يما كان حضنك ما يخليني أنام، يما درت الكون كله، يما حضنك ما أملا، أشتلام عمري معاك كل يخصك في تاج، كلنا نطلب رضاك. اطلبي اطلبي وانا نجيب، انتي يا اقلى حبيب. يما لا تعتبين، يما لا تصغين، انا والله جوازين. اطلبي منا الوف، كلنا نوقف صفوف، وكل اسمك ما نشوف. سلامتكم سلامة حضري. يا حلو هالكلام الطيب الحلو. صوروا بنية صغيرونة تقول هذا الكلام، وعن منو؟ عن الأم الغالية، عن أم الجميع، عن الكويت. يا حلو الكويت، خصوصا لما انتغلنا فيها صغارنا قبل كبارنا. مشكورة، شفتي التصفيق الحار، كله تحية لك انتي، تستاهلين. الله يا عيال الديرة، الجو اليوم من أحلى ما يمكن، ما شاء الله. الله يدم علينا إن شاء الله هذا الجو الحلو والجو الجميل، ويدم علينا كويتنا دائما ترفل بالأجواء الجميلة بحول الله سبحانه وتعالى. معانا أخوكم الصغير، اسمك شاطر بصوت عالي؟ محمد. طالع جدا محمد شنو؟ رضا. رضا شنو؟ محمد. حسن. ها؟ حسن. حسن محمد رضا حسن. أنت من روضة عبد الشاهين من كذي؟ طيب ايش راح تقدم للاطفال يشوفونك اليوم؟ شعر. شعر عن منو؟ الكويت. عن الكويت، ماكو احلى منها. يلا حبيبي يلا. هذه الارض التي تدعى الكويت، نحن مدونون في دراتها، نحن هذا اللؤلؤ المخبوء في اعماقها، نحن هذا البلح الاحمر في نخلاتها، نحن هذا القمر القافي على شرفاتها. هذه الأرض التي تدعى الكويت، هي عطر مبحر في دمنا، ومنارات أضاءت قدنا، وهي قلب آخر في قلبنا. وسلامتكم. والله يسلم عمرك يا بعد قلبي انت، سبقولي حيل. والله الكويت كل اللي قلته واكثر واكثر اكثر، هي الكويت في قلوب الجميع وفي عيوننا، نصونها بالغالي والنفيس ان شاء الله. مشكور يا حبيبي. تسمح لي اروح لخيتك اشوف ايش تقول لنا بعد؟ انت تعالي امي، وبعد قولي لي طيح شوي، طيح الكاميرا بصوت عالي، وقولي لي اسمك شنو الاول ومن اي روضة تبي تقولين. طيحي قدام وانتي بتحكين. رواي عبد الحميد محمد حسين العيدان. والنعم والله في روان العيدان. من اي روضة انتي؟ عبد العزيز الشاهين. عبد العزيز الشاهين. طيب طالع الكاميرا، شنو بنقول؟ شنو بتقولين الحين؟ شعر عن منو؟ الأسير. عن الأسير. إذا إحنا بنطالع قدام عشان أنت حكي، يلا أمي بصوت عالي. في سجون الطاقية أسير، ظنك هدام العراق إنك كثير، لكن ما هيها يخبولك أمل، أو إن إيمانك يطير. ترد لنا يا كويتي يا صافي السرير والضمير، لا تبتئس لا تخاف، لا يهمك عذاب، خليك حظير. أدري أعرف صدق حس بكل ما أسير، لكنك اصبر يا بطل، والظلمة تصبح بالأمل، سراج منير. أم أبو زوجة وأخت، أخ أخو والطفل الصغير، يدعو لكم صبح ومساء،
اللي في عز الهجير إيماننا بالله قوي يحفظكم الرب القدير كويتي يا فخر الشباب ماما حضر لازم العالم كبير وسلامتكم والله يسلم عمرك يا بعد عمري طبعا أخيتكم روان قالت لنا عن الأسير إحنا نعرفنا الأسير في قلوبنا في عيوننا عمرنا ما ننسى نطلب من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يفرج غربته وأسره ويرجعه إلى أحضان أهله وأحضان الكويت سالم غانم بإذن الله مشكورة يا بنيتي والله يستجيب منك انتي خصوصا الأطفال الصغار هذه التحية كانت لي التحية حلوة منهم مشكورة شكرا للأطفال الحلوين بروضة عباد الشاهين ولقائنا الحين مع هذه الفقرة السلام عليكم.
حنا المثل الأعلى للتحدي والصبر، آمنا بالمولى ورضينا بالقدر، وماكو شيء عندنا مستحيل أبدا. الحقيقة ما شاء الله عليكم يا روضة عبد العزيز الشاهين، التدريب ومن طبعا المدرسات والأداء الجيد من الأطفال بالروضة هذه اللوحة الجميلة الطيبة عن شلون الإنسان أنه يتحدى بإرادة الله سبحانه وتعالى، يتحدى كل شيء، وماكو قدامه مستحيل مدام مؤمن بالله يقدر يحقق بنفسه كل شيء إن شاء الله. وإحنا في بلدنا الحبيبة الكويت ولله الحمد نجد أنه في جمعية المعاقين لها باع طويل، أيضا للمعاقين اسم كبير خصوصا في المسابقات والمباريات برا وعلى مستوى العالم كله. هذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ومن فضل إيماننا بالله وبإرادتنا القوية بأن احنا نرفع اسم الكويت في كل المجالات. عموما مشكورين الحقيقة، ودي أسمع تحية كبيرة للأطفال الحقيقة واللي أشرفوا على تدريب الأطفال. مشكورين أمي، ما قصرت على جهتين، اللي بالخلف خلفية المسرح ما قصرتوا صراحة على التدريب الطيب، والله يعطيكم العافية. طبعا عيال الديرة وراء كل هذه الجهود هناك إدارة متخصصة للإشراف على هذه المدارس بما يقدمونه، وهي إدارة النشاط المدرسي، لهم كل التقدير والتحية والاحترام. وننتقل الحين إلى فقرة أخرى في البرنامج. أعتقد إحنا مستعدين الآن للمسابقة، وقبل أن نبدأ فيها ودي أقول لكم هذه الكلمات، أتمنى أنها تكون تفيدكم وتكون أيضا بمصلحتكم. المطلوب أعتقد عيال الديرة خصوصا اللي هما يعني الطلاب في الدراسة، علينا دائما بتنظيم وقت دراستنا ونومنا، ومتى نلعب متى نذاكر، يعني تنظيم الوقت مهم جدا خصوصا في هذا الشهر الكريم، بحيث يكون يعني التنظيم على أساس أنه المذاكرة المبكرة. أقصد يعني مثلا ما نقول والله عندنا امتحان بعد أسبوعين، نبتدي ننتظر هالأسبوعين حتى نسوي نذاكر، أو أن احنا مثلا والله نقول آخر سنة نجمع كل دروس مرة واحدة، لا، المذاكرة يوم بيوم وتأدية الواجب راح تكون يعني مفيدة جدا لنا، بحيث نحن لو نظمنا وقتنا راح نستفيد أكثر. وهذا طبعا أتمنى لكم دائما، لأنه عن طريقه راح يأتي النجاح، وما راح يكون هناك خوف من الرسوب إن شاء الله لا سمح الله طبعا. وأرجو أن احنا نبعد دائما الشيطان عوذ بالله منا أن يوسوس لنا وينسينا كل واجباتنا الطيبة. إذن شهر رمضان شهر خير وبركة، نأخذه بداية بأن احنا نعمل كل ما هو طيب وحميد إن شاء الله. الحين وقت المسابقة. المسابقة الأولى نركز عليها لأن تبي لها كتابة، وحتى ممكن نحفظها بسرعة. لماذا تهتم الدول الإسلامية ببناء المساجد؟ أكرر السؤال مرة ثانية، لماذا تهتم الدول الإسلامية ببناء المساجد؟ أعتقد واضح. السؤال الثاني، ما هو أول مسجد بني في الإسلام؟ أعيد السؤال مرة ثانية، ما هو أول مسجد بني في الإسلام؟ والله من عيونكم حاسة أنكم عارفين كل الأجوبة لأنكم شطار خصوصا الصغار الحقيقة. السؤال الثالث، ماذا كان يشتغل أو يعمل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي؟ أعيد السؤال مرة ثانية، ماذا كان يعمل أو يشتغل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي؟ طبعا هذه هي المسابقة الأولى. على كل حال عندنا مسابقة ثانية بنقولها بعدين، بس أحب أذكركم أن دائما الردود ترسل على مجمع الإعلام تلفزيون الكويت، البرامج الثقافية، برنامج عيال الديرة، صندوق بريد 621، والرمز البريد 13007. أقول العنوان مرة ثانية، مجمع الإعلام تلفزيون الكويت، البرامج الثقافية، عيال الديرة، صندوق بريد 621، الرمز البريدي 13007. الحين عيال الديرة جاء دور المسابقة الثانية في برنامجنا اليوم. نركز كلنا
ونشوف أمامنا لوحة جميلة أبدأ المهندسون في بنائها، وقد شيدت وفق أحدث طراز حتى تكون وجها حضاريا مشرقا في كويتنا الحبيبة. المطلوب منا معرفة ما هو هذا المبنى الجميل. أعيد السؤال مرة ثانية أو الكلام وإحنا نركز على اللوحة. أمامنا لوحة جميلة أبدع المهندسون في بنائها، وقد شيدت وفق أحدث طراز حتى تكون وجها حضاريا مشرقا في كويتنا الحبيبة. المطلوب معرفة ما هو هذا المبنى الجميل وأين يقع. ما هو هذا المبنى الجميل وأين يقع؟ طبعا هو في دولة الكويت، لكن شنو هذا المبنى وين مكانه؟ وشكرا. في ظل هذه الأجواء الجيدة الحقيقة الجميلة الحلوة التقينا بأختكم. اسمك مو من طالع قدام؟ اسمك؟ لا رفعي صوتك وطالعي. حنوف بنت الشهيد محمد القلاف. يا بعد عمري عمرك إن شاء الله أبوش للجنة وللرحمة بحول الله، ولنا احنا الفخر والشرف فيك أنت وبيك. طيب هنوف إيش راح تقولي لنا الحين؟ أنت من روضة بلعز الشاهين؟ إيش راح تقولي لنا الحين؟ شعر الشعر عن الشهيد. زين انا اقول في الميكروفون وانت طالع الكاميرا اللي شبه حمر هناك. يلا عمر يلا لا طعي الميكروفون طعي جدا معلش الميكروفون رفعي راسك عافيه طعي جدا يلا. كفو يلي في دبتم ثرى الكويت، كفو يلي كذب اسمه على كل بيت، يا دم زفق علي يا بيرق وفعالي، مش الفخر يضوي ليالينا، يا زخة مطر تروي سحارينا، يا ريشة عطر تعطر الأنفاس، يا قناية نصر فيها تغنى الناس، لا هنت لا مت ما زلت حي انت في قلوب أهل الكويت. كفو كفو والله كفو سلامتكم. سلم عمرك نسبق لها حيل سبق لها حيل حبيب انتي عمري على هالدتشة الحلوة هالقعدة الجميلة ويم هالدرايش والباب الزين اللي هو شغل قبل التقينا بأخوكم الصغير. شو اسمك حبيبي بصوت عالي طال جدام؟ عبد الله العمران. والنعم في عبد الله العمران. عبد الله انت من رضا عز الشاهين مو كذي؟ طيب ايش راح تقول لنا الحين؟ شعر. شعر عن منو؟
الأسير. عن الأسير. ما تطلع قدام الكاميرا شاب حمر وتكلم. يلا حبيبي. هنيئا لكل امرئ من بلادي أبى أن يشد متاع السفر، وذاذا عن الأم ذود السباع وغاس بعز صنوف الخطر. هنيئا لكل شهيد تسامى بالحب حد العلا والخلود، هنيئا لكل أسير يعود وفي وجهه بصمة للتحدي وفي صدري إشارة الصمود. سلامتكم. والله يسلم عمرك بعد عيني. ما نصفق لا نحييك لبونا. والله الأسرة فعلا أعطوا وايد يا أمي. الله يرجعهم سالمين غنين إن شاء الله، وفضلهم إن شاء الله وفضل جهود الناس الطيبة يرجعون لنا بحول الله. قول إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. عمري أنت ما قصرت. عيال الدير الحقة، وأنا أتصفح لكم بعض الأوراق الحقيقة. جت وجدت رسالة حبيت أنقل لكم في البرنامج. الرسالة من صديقة البرنامج اسمها سعاد خالد الناصر، تقول في رسالتها، طبعا تسلم عليكم وتشكركم على البرنامج، وتقول أبي أكتب لك ماما نيسة عن موقف شفته بروحي بنفسي، يعني تقول شاهدته. في يوم من الأيام لمحت صديقتي مختبئة في مكان تأكل، وعندما رأيتها نظرت إلي وشعرت بمدى الإحراج الذي أصابها لأني رأيتها، وطلبت مني وهي في أشد الخجل ألا أخبر أحدا بهذا الموضوع. فقلت لها وأنا أعطف عليها من الخجل الذي أصابها: يا صديقتي، هل تخافين الناس ولا تخافين من الله سبحانه وتعالى الذي من أجله نصوم؟ فأطرقت في رأسها وقالت: يا صديقتي، إني أخطأت في حق نفسي وفي حق الله سبحانه وتعالى، لأني عصيت الله وأوعدت يا صديقتي أن أصوم لله. فزادت صداقتي لها لأنها تابت عما فعلت وشكرتها، ومن تاب عن ذنبه غفر الله له. عموما الكلام لكم الآن أبنائي وبناتي، الصيام لله سبحانه وتعالى، ويمارس بدون رقيب ولا حسيب، ما يراقبنا أحد غير عين الله سبحانه وتعالى التي لا تنام. وطبعا الإنسان المؤمن لما يصوم يراقب أيضا ضميره، وضمير المؤمن يقود دائما إلى الصواب وإلى مراقبة نفسه. إذن الصوم يدربنا على نوع من الحكم الذاتي، نحن نتحكم في تصرفاتنا ونراقب في أنفسنا بأنفسنا، لا نحتاج إلى حارس يراقبنا، وهنا يكون الضمير هو الحارس، والصيام صلة بين العبد وربه كما نعلم. الصائم عيال الدير، عيالي جميعا، أو الإنسان اللي صوم مثل ما نعرف أنه ذنبه مغفور، وقد قال الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق رسول الله. كذلك الصائم يجاب، يعني دعوته مستجابة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم حيث لا بينها وبين الله سبحانه وتعالى حجاب. عموما عيال الديرة، عيالي جميعا، أتمنى لكم دائما أنكم من الناس اللي يحسنون عمل الخير ويطيعون الله سبحانه وتعالى والرسول الكريم، ويتقون في كل أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم. مرة ثانية نبي نرجع إلى أخيتكم الصغيرة، اسمك أنت شاطرة، طالع قدام أمي فاطمة وليد محمد المرزوق. والنعم والله في فاطمة وليد محمد المرزوق. فاطمة، ايش راح تقولين انتي؟ شعر. عن منو؟ عن الكويت. يلا نطلع الكاميرا وانتحت بصوت عالي. يا قنوة قنيتها، يا زهرة أشممتها، يا نبتة زرعتها، يا وردة أحببتها، يا من يسكن حبك قلبي وشعارك إنشودة دربي، أنت عنوان حياتي ودعائي لك في صلواتي، عرفت من هي سادتي أنها الكويت حبيبتي. والله انت حبيبتنا.
انت صغيرونه زين تعرفين تودين السلام حق منو تقولين حق منو وتسلمين على منو؟ سلامتكم. سلامتكم. لا انا ابيك تقولين حق عمتك ها جاسمية المرزوق تقولها تقولك ماما أنيسة تسلم عليك وانتي هم لك فضل علينا يا صغار سبق وقدمت لكم برنامج بالإذاعة ها ولي انتي هم نذكرك انتي هم ماما جاسمية الحلوة ومشكورة وتحية مرة ثانية. الريوق والقدا والعشاء هذا الطاية الثالثة قاعدة مع أصحاباتي يسحبون بريحات مشون على الويلات وشلون سكاتي من أنا على بالة الجمعية القطايا الرابعة ما تفايق طول اليوم تساعد كل القوم تحب المشي دوم تسهر وما تحب النوم فما هو أنا شنو هي الساعة الساعة الحين منو اللي بتدي القطايه الخامسه منو كافي شو اسمها ريم يلا يا ريم يلا تعالي تحكي وتكلي اشوف انا القطايه الخامسه كل الناس يتحوطوني يعرفوني ما يخلوني بضروسهم يفسخوني تشك تشك يدلعوني مني هذه اللي تشكشك يدلعونها مني عارف أنا يلا تعال جاوب تعال المكسرات اللي تعال المكسرات والله المكسرات يلا صبوا له حيل حيل عافية يلا بعد منو علي الدور الحين منو علي الدور يتكلم يلا يلا عبد الله شاطر إبراهيم يلا تعال مني وجاب لها الصبع عافية أنا القطايا الخامسة لا لي تمرة ولا خلالة أنا مخزن مثل الحصالة أنا عيوني نظالة وقلبي يثبت كل من طالع عرفتوني أنا يلا شن من تبي جاوب ها يلا جاوبي الكاميرا صح الجواب صفقوا لعفية عفية بعد من علي الدور الحين أنا تفضل شو اسمك أنت أنا القطايا الثامنة يلا ما أدري أكون حواليك وأقول لك شبك شبك كم أطلب مني مالك كم تبي بندك فما هو أنا إبراهيم البنك الآلي الله تعال جاوب مرة ثانية شوف البنك الآلي صح الجواب أنصب فوق الحين بعد منو عنده قطايا منو أنا
تفضل قول تعال أشوف. أنا القطايا الساسة. يلا بلدي غما عليك يقرب الدنيا حواليك وتشوفه ويحكي لك تحسي بارد لك فما هو. الصغير الصغير خلي جاوب جاوب جاوب. شنو؟ الراديو. صدق اللي جابه؟ ايه صح صح. يلا صدق الحين بعد أكل قال ولا خلصتوا؟ خلصتوا انصدف حق روحنا. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عيالي أعزائي الأطفال. أنا أبوكم بسعود، حياكم الله اليوم معاي، وأنا جايب لكم قصة حلوة معاي اليوم. أبي تنتبهون زين معاي علشان ناخذ الخبرة والعبرة من هذه القصة الحلوة يا حلوين. سلوى امشي بسرعة علشان نوصل الحديقة ونلعب. يلا يلا يا احمد، بس لازم ما ننسى نصايح امنا وش قالت لنا. معاك حق يا سلوى، خلينا نمشي على الرصيف لان الشارع للسيارات وبس. وقالت لنا بعد نوقف ونطالع مرة يمين ومرة يسار وبعدين نعبر الشارع. لا نسيت شي يا سلوى، لازم نعبر الشارع على خطوط المشاة لأن هذه الخطوط مخصصة للعبور. الله يهديه، هذا سايق متهور، هذا ما عنده عيال، ما يفكر بالناس. هذا يفكر بالناس؟ لو يفكر يا سلوى ما ساق السيارة بسرعة ورعونة. السائق المثالي هو الملتزم بالسرعة المحددة وخطوط السير والإشارات الضوئية. صج لما قالوا إن القيادة فن وذوق وأخلاق. أتمنى من كل قلبي يا سلوى أي اليوم اللي ما نشوف فيه حوادث وتصير كويتنا دولة مثالية في المرور. إن شاء الله يا أحمد تتحقق أمنيتك ونشوف هذا اليوم. يلا يلا خلنا نعبر بسرعة لأن الشارع فاضي ونروح الحديقة بسرعة. يلا يلا خل نروح بسرعة. Bye bye, ma salama.
طبعا الرقصة اللي شفناها من على مسرح روضة عبد العزيز الشاهين بمشرف من أطفال الروضة، مشكورين على تقديمهم لنا هذه الأشياء الحلوة. الحقيقة وإحنا في مسرح الروضة لفت نظري لوحة جميلة جدا نشوفها قدامنا الحين، وبالمناسبة بنعطي للأطفال والكبار فكرة عن هذه الروضة واللي سميت بهذا الاسم. روضة عبد العزيز الشاهين بمشرف هو المرحوم عبد العزيز الشاهين يوسف الشاهين من مواليد الكويت سنة 1924 ميلادية بمنطقة القبلة. تلقى العلم في المدرسة المباركية حتى سنة 1944 ميلادية. التحق بمدرسة التحق بمهنة التدريس مدرسا في الأحمدية الابتدائية، ثم في مدرسة الصباح، ثم في مدرسة الصديق، ثم انتقل إلى المعهد الديني، رقي وكيل المعهد الديني، ثم ناظرا لمدرسة النور. كان أول مخرج مسرحي كويتي للنشاط المدرسي. كان أول مدير لإدارة التربية الخاصة عند تأسيسها عام 1965 ميلادية. أشرف على إنشاء معهد الشلل عام 1970 ميلادية. تقاعد عام 1983 ميلادية، وانتقل إلى رحمة الله تعالى عام 1988 ميلادية. الحقيقة ليش اللي خلينا نبي نعرف عن أسماء المدارس هذه حتى الأطفال يعرفون أسماء المدارس اللي هم رايحين لها، وحتى نؤكد للناس كلها أن الكويت دائما بلد وفاء وخير، تذكر أبنائها وتخلد أسماءهم عن طريق تسمية مدارس أو شوارع أو أي مرافق أخرى في دولتنا الحبيبة الكويت. عيال الديرة في هذا اليوم الجميل المشمس، وشايفين الشمس مشرقة والهواء حلو بارد، لكن حديقة الحقيقة روضة عبد العزيز الشاهين بمشرف روضة حلوة وحديقتها حلوة، فحبينا يكون ختام برنامجنا في هذا المكان. عموما قبل أن نختم ودنا نسمع هذا الدعاء. يا رب قلت وقولك حق وصدق، لئن شكرتم لأزيدنكم، وها نحن يا رب نحاول أن نشكر بعض نعمك، ولكن مهما حاولنا فلن نوفي إلا جزءا صغيرا من فضلك وإحسانك، فتقبل يا رب منا على قدر ضعفنا، واغفر لنا ما قصرنا في حق ذاتك العلية، إنك أرحم الراحمين يا رب العالمين. عيال الديرة، وكانت فرصة طيبة أن نلتقي بروضة عبد العزيز الشاهين حتى نقدم هذه الحلقة من حلقات شهر رمضان المبارك، هذا الشهر اللي ما نمل نحن نتكلم بفضله ونعمته علينا، لأنه هو نعمة من رب العالمين، وهو شهر من شهور السنة الطيبين، هو أيضا ركن من أركان الإسلام الخمسة. الحقيقة باسمكم جميعا أقدم كل الشكر والتقدير والاحترام إلى أسرة روضة عبد العزيز الشاهين بمشرف ولأطفالها على ما قدموا لنا من فقرات جيدة وأمتعونا الحقيقة، خصوصا وإحنا نشوف أطفالنا الصغار بهذا المستوى الطيب والله الحمد. عموما أتمنى لكم دائما الحياة الحرة الكريمة. موعدنا في الحلقة القادمة على خير. أترككم في رعاية الله حفظة. مع السلامة.